أنا عمري ما غادي نتخلى عليك، فهمتيني؟ ما غنتخلاش عليك. كمال؟ ما كاين والو. تسناو والو. جابك الله اخويا برحاد فوكني وتعتقني قنطال ما عارفش فين درو الدبر الراس. مرحبا بك في التلفزه المغربيه، يا كديروا الاشهارات. واش فراسك باللي تاع ساكن في احسن بلد في العالم اللي هو المغرب؟ كلشي زوين، دوله زوينه، حكومه زوينه، سياسه زوينه، وشي فيها زوين. ويلا يرحم لك الوالدين مشي. أحلى ما فوكني اخويا، الله يسهل. بلاتي ما تمشيش اخويا، فكني عافاك ما تمشيش. بلاتي عافاك ما تمشيش اخويا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام في برنامج كاميرا باينه. دونك اليوم غادي نديرو كاميرا باينه لواحد الفنان ديال الراي اللي سميتو محمد زبقربق. غتبقاو معنا باش نشوفو الرياكسيون ديالو ان شاء الله في هذه الحلقه، ونتمنوا تعجبكم وما تمشيو فين، ما تصفيوش، خليكم معنا. الو، السلام عليكم. وين المانجر؟ وين المانجر؟ نعم اسيدي. راني مع شي ناس كنصور. يا خصني كاميرا باينة. اصلا شي كاميرا باينة صاحبي، شمن البلد من هنا صافي سير صافي سير. احنا سمعنا شايف معنا كاميرا باينة. شنو هي الكاميرا؟ فين؟ الراجل كنتي غتطل فيها. شوفي علاش شويه، شوفوا لينا لا حصرنا لا هضره ولا شي حاجه. كلمه للمشاهدين، ها درتوها بيا، ما عندي ما نسالكم. طورتوا بزاف ومجهود كبير مع اختي بالكاميرا الخفيه كاع. شكرا بزاف والمشاهدين، رمضان مبارك سعيد، ودخل لكم الصحه والسلامه. يلا سيدي خلصونا نشوف حنا الله يرضى عليك. ليش ما تخليش هذا الشيء يدير عليك؟ انا سبق خليه، انا غادي نزيد الالوان شويه. راه معفق مسكين، خليه يتصل على راسو، راه تقلق. شنو غادي ندير انا؟